بتخضع لضريبة القيمة المضافة، كافة الخدمات بتخضع لضريبة القيمة المضافة إلا ما استثني بنص الخاص. ايه بقى اللي الحاجات استثني المستثنية بنص الاول الخاص هو 52 مجموعة سلعية وخدمية. زي ايه؟ بداية لو جينا نشوف هنلاقي فيه عندي في جدول للإعفاءات موجود مرفق بالقانون، نحدد كل مجموعة سلعية على سبيل الحصر. يعني لما نبتدي بالمجموعة السلعية الأولى هي ألبان الأطفال وألبان ومنتجات صناعة الألبان، المنتجات والمتحصل عليها من اللبن بواسطة استبدال عنصر أو أكثر من عناصر الطبيعة معفية. في عندي محضرات أغذية الأطفال معفية. في عندي البيض عدا المبستر منه معفي. الشاي والسكر والبن، ودول كانوا خاضعين في ضريبة المبيعات. دول الشاي والسكر والبن الشاي والسكر والبن معفيين، كانوا خاضعين لضريبة المبيعات، دلوقتي هما تم معفيين إعفائهم في ظل تمام. قانون ضريبة القيمة المضافة. شاي وسكر وبن وألبان بالظبط أطفال. بالظبط. منتجات المطاعم بالكامل لا تخضع لضريبة معفية. وناخد بالنا إن في ضريبة المبيعات كان عدا المستورد منها، يعني المستورد منها كان خاضع، انا اعفيت الكل سواء المستورد او المحلي. تمام. كل منتجات المطاعم. في الخبز بجميع انواعه معفي. في عندي المكرونه عدا المكرونه اللي بتصنع من السيمولينا. طبعا المكرونه اللي بتصنع من السيمولينا دي بتستخدم في حاجه معينه وحاجه عاليه، فيعني بيستخدمها اللي فئه عاوزها معينه. يدفع لها بقى. بالظبط كده. في الحيوانات والطيور الحيه او المذبوحه او الطازجه او المبرده او المجمده. في عندي المحضرات واصناف محفوظه او مصنعه او مجهزه من اللحوم، يعني اللحوم بكل انواعها سواء حيه او مذبوحه او مجهزه دي غير خاضعه للضريبه. في الاسماك والكائنات المائيه الطازجه او المبرده او المجمده بكل انواعها معفيه. في محضرات واصناف محفوظه او من الاسماك والرنجه المدخنه فيما عدا الكافيار وابداله وباقي انواع الاسماك مش هنلاقيها في المدخنه. الكافيار طب؟ لا طبعا. في عندنا منتجات زراعيه فيها بذور وتقاوي وشتلات عدا التبغ اللي هو الدخان طبعا مش معفي، لكن كل المنتجات الزراعيه مش خاضعه للضريبه معفيه. عشان كده انا بقول ان احنا كل بند من اللي بنقوله ده عنوان مجموعه، ده عنوان مجموعه تمام. بتندرج تحته طبعا كتير فهمين. من المدى. في عندي كمان الحلاوه الطحينيه والطحينه والعسل وعسل النحل معفي بالضريبه. في الخضر والفواكه المصنعه طبعا بطلع منها حاجتين، البطاطس اللي هي الشيبسي والعصاير. في عندي البقول والحبوب وملح الطعام والتوابل المصنعه. في المأكولات التي تصنع او تباع للمستهلك النهائي مباشره من المطاعم والمحال غير السياحيه. طب اللي في المطعم السياحي ده بيبقى خاضع عندي للضريبه. في عندنا كمان تنقيه او تحليه او توزيع المياه على المياه المعبأه، ازاز المياه اللي بتتعبى، لكن المياه نفسها طبعا احنا داخلين على تحليه مياه وخلافه، فده مش خاضع للضريبه. لكن المياه المعدنيه او المعبأة هي لان هي معظمها مش معدنيه اساسا، المعبأة دي خاضعه لقانون القيمه المضافه. تمام. في البترول الخام معفي من الضريبه. في الغاز الطبيعي معفي من الضريبه، طبعا ده المعبأ منه او اللي بيخش البيوت، ده كل ده معفي. تمام. في عندي المواد الطبيعيه بما فيها المناجم والمحاجر بس تكون بحالتها الطبيعيه، يعني المنجم او المحجر اللي بيطلع منه طبعا اهمهم الرخام. في طبعا في انواع كتيره من الحاجات الطبيعيه من الحاجات دي كلها معفيه من ضريبه المبيعات، وده حاطط طبعا العنوان بتاعها. في الذهب الخام والفضه الخام دول معفيين. في انتاج او نقل او بيع او توزيع التيار الكهربي معفي من ضريبه القيمه المضافه. الذهب الخام معفي. الذهب الخام معفي. لكن انا لو رحت اشتريت يعني سبيكه مثلا، لو رحت اشتري سبيكه الذهب، السبيكه بتبقى مشغوله، دي تعتبر السبيكه مش بحالها. لا انا انا باخد على قد شغل السبيكه لكن ما باخدش على الخام نفسه اللي موجود. يعني باخد على المشغوله نفسها، وده حقيقه متوصف في القانون توصيف دقيق. يعني لما اتحط القانون وصف الخضوع بشيء قاطع ما فيهوش لبس موجود. تمام. في عندي انتاج او نقل او بيع او توزيع التيار الكهربي، ده مهم جدا. التيار الكهربي بالكامل معفي من ضريبه القيمه المضافه. الزياده اللي بتحصل طبعا دي بتوائم تكلفه وعائد مالهاش علاقه بالضرايب. مالهاش علاقه بالضرايب. في بقايا ونفايات صناعه الاغذيه ونفايات الورق، دي برضه معفيه. في عندي اغذيه محضرات للحيوانات والطيور والاسماك محضرات العلفيه فيما عدا ما يستخدم لتغذيه القطط او الكلاب او اسماك الزينه، لكن العلف كله اللي هي الاغذيه ومحضرات للطيور والاسماك في اللي هي المحضرات العلفيه دي كلها معفيه من الضريبه. ورق صحف وورق طباعه وكتابه معفي من الضريبه. كراسات وكشاكيل وكتب ومذكرات تعليميه وصحف ومجلات معفيه. طوابع بريديه وماليه
معفية. بيع وتأجير الأراضي الفضاء والأراضي الزراعية والمباني والوحدات السكنية وغير السكنية معفي. النقود الورقية والمعدنية المتداولة والعملات التذكارية معفية. شوفوا ممكن نعمل ضرائب على النقود؟ ممكن يبقى في ضرائب على النقود؟ الحقيقة في النقود التذكارية. التذكارية الموجودة. بس. كان ممكن يتعمل عليها، بس هنا بيقول النقود الورقية والمعدنية المتداولة والعملات التذكاريه برضه عفاها. عفا الاثنين. المتداوله. عفا المتداوله وعفا التذكاريه. بس انا مش فاهمها، بس عاوز افهمها. تفضل. هو ازاي ممكن نقود يبقى عليها ضرايب؟ مش فاهم. يعني في نقود ذهبيه بتبقى موجوده بمناسبه مثلا افتتاح قناه السويس، في عملات ذهبيه طلعت. دي عمله ممكن تتباع وتتشر، يعني قيمتها قيمه فيها ذهب 21 في 18. مش النقود بتاعتنا العاديه، الجنيه وال10 جنيه وال، ودي اللي بتسمى تذكاريه. فدي بتبقى خاضعه للضريبه كده، لان فيها مشغوله وفي فيها كذا وكذا، دي معفيه من الضريبه، هو بيعفيها من الضريبه. تمام. وبيشجع ان انت تشيلي حاجه تذكاريه او حاجه زي كده. أيوة. بالمناسبات دي بتحتفظي بيها. في سفن اعالي البحار، الورده، قرين البنود المبينه، طبعا هو حاطط البنود بتاعه التعريفه تبع القانون انشاء سفن اعالي البحار والبنود بتاعتها. في عندي الطائرات المدنيه ومحركاتها واجزائها ومكوناتها وقطع غيارها، دي برضو معفيه. في عندي مقاعد ذات عجل واجزائها وقطعها المنفصله واعضاء الجسم الصناعيه واجزائها، دي برضو معفيه. كل الاجهزه التعويضيه معفيه. العمليات المصرفيه في البنك، لان احنا بنتكلم على الخدمات على اطلاقها. العمليات المصرفيه التي تقتصر مباشره قانونا على البنوك دون غيرها معفيه. بيع وشراء العمله بشركات الصرافه معفي والبنوك. خدمات صندوق التوفير البريد برضو معفيه، اللي هي المصرفيه. الخدمات الماليه غير المصرفيه الخاضعه لاشراف ورقابه الهيئه العامه للرقابه الماليه معفيه. خدمات التامين واعاده التامين معفيه. خدمات التعليم والتدريب والبحث العلمي بالكامل معفية. في الخدمات الصحية بالكامل معفية. في خدمات النقل البري للأشخاص بما في ذلك النقل الذي يتم بواسطة سيارات الأجرة على النقل السياحي والنقل المكيف. يعني النقل البري بالكامل معفي عدا إيه؟ عدا النقل السياحي والنقل المكيف بين المحافظات وتأجير السيارات الملاكي عدا. تمام. يعني ده خاضع. يعني في تاني النقل المائي الداخلي غير السياحي للأشخاص والنقل الجوي للأشخاص معفي من الخدمات المعفية. الخدمات المجانية التي يتم بثها من خلال الإذاعة والتلفزيون أو وسيلة أخرى معفية. خدمات الإنترنت الأرضي ودي عافيها لمدة عام، دي بتقول تعفى لمدة عام من تاريخ العمل بقانون الضريبة على القيمة المضافة. في عندنا الخدمات المكتبية التي تقدمها المكتبات العامة أو التابعة للمنشآت التعليمية للمراكز البحثية أو الثقافية بكافة أنواعها معفية. في عندنا الخدمات المتاحف التي يصدر بها قرار من الوزير بناء على توصيه من الوزير المختص معفيه. الفنون التشكيليه واعمال التاليف والنشر والنشر الادبي والفني بانواعه معفي. الانتاج الاعلامي والبرامجي والافلام السينمائيه والتلفزيونيه والتسجيليه والوثائقيه واعمال الدراما التلفزيونيه والاذاعيه المسرحيه معفيه. خدمات وكالات الانباء معفيه. خدمات استزراع واستنبات ورعاية الأراضي والمحاصيل وعمليات الحصاد وتوريد العمالة الزراعية معفية. اشتراكات النقابات والهيئات الخاضعة لقانون الهيئات الرياضية بما فيها النوادي الرياضية ومراكز الشباب التي تشرف عليها وزارة الشباب والرياضة وكذا، اشتراكات الجمعيات الأهلية والجمعيات الاجتماعية التي تشرف عليها وزارة التضامن الاجتماعي معفية. خدمات تجهيز ونقل ودفن الموتى معفية. دول 52 مجموعة خدمية وسلعية بيندرج تحتهم طبعا أنواع كتير جدا من الإعفاءات.